ولاية مطرح توأمة مدينة مسقط المماثلة لها في العمر، ومنذ القدم ولكلا المدينتين تاريخ مشترك. وتطل مطرح على خليج عمان، وفيها 4 مشاهد يتوقف عندها الزائر، وهي القلعة والسوق وميناء السلطان قابوس وواجهتها البحرية. أما أهميتها التجارية فلا تخفى على أحد، ونحاول أن نستذكر بعضها مع الباحث والمؤلف محسن بن جمعة اللواتي، وهو من سكان ولاية مطرح. طبعا مطرح لها أهمية خاصة في مدينة عمان، هي مدينة تجارية حفظت لعمان ميزان التجاري ولو كان نسبي، لكن فهناك عدة أنواع من الحركة الإنسانية، في تجار مثلا يروحوا دكاكين عصر يجوا يجلسوا على الرملة يروحوا يصلوا، هناك من يأتوا بالبضائع من عمان الداخل أثناء المواسم خاصة البسور وغير بسور، هناك ناس يجيبون حطب إلى معقل الحطب، هناك من يأتي بالخضار حسب المواسم، دائما تأتي السفن إلى، لأنه كان مطرح كانت بندر، هذا المكان كان سفن خاصة كما يقال الآن للصيانة، هنا كان قريب منكم، هنا كان للصيانة سفن، فكان عدة أنواع من الناس يجون وعدة أنواع من الحركة تجارية، حد يبيع وحد يشتري وحد يرسل من هنا إلى مكان آخر، فكانت حركة هي أساسية كانت بالنسبة لعمان. هذه الفوضى هذه جزء من العملية، لأن الحطب كان يأتي من السيح والبصر وغيره ورمان وغيره، والتبور تأتي من عمان الداخل من كل عمان عن طريق الجمال، عن طريق الجمال، وتأتي الفواكه مثل اللمبة أو الجح طريق البدن بدانة، وعدة أنواع يعني من المسارات اللي تأتي الأشياء. فإذا تكلمنا عن فرضة، فرضة في الواقع هي بحرية، كان بروزاً تحت هذه القلعة، هناك بروز في البحر، وتأتي السفن وتعشق هناك وتنزل السفن الصغيرة، أما الكبيرة أهم شيء كان يأتي المراكب الهند، مراكب كبيرة وتلنقر في الغبة. أثناء الشمال تأتي إلى 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 غبة مطرح والشمالي، نعم ريح شمال يعني ريح الشمالي، وأثناء الكوس تروح مسقط لأنها كانت مغطاة عن الأمواج وأمواج، لكن غالبا مسقط، وكانت تروح الهواري الكبيرة لتنزل فيها البضائع، والهواري الصغيرة العبرية، فيأتوا العبرية ينزلوا في الصغيرة والكبيرة فيها البضائع، فتنزل أما تروح فرضة مسقط أو تجي على فرضة مطرح وتنزل البضائع وتعشر وتنزل إلى الأسواق. هذه بندر، هذا اللي تشوف أنت، هذا كله كانت سفن هنا، هذه هنا كلها كانت سفن خشب، وعندما يريد الصيانة ما صيانة، لأن السفن هذه كثر ما تمشي في المياه تترسب عليها حركة حيوية من القواقع مع قواقع، فهذه تزيد عليها تخفف أو تبطئ من حركتها في المياه، فيجوا هنا يشلوا هذه القواقع مع قواقع من عليها، وبالتالي مثل ما يقولوا نحن الحين نقرز السيارة، كان يعملوا قريز عليها من الصل، إيه بحيث تكون انسيابية، إيه كان صل، صل هو يجي من كبد الحوت ولا كبد القرقيور، يطلعوا الدهن ماله الزيت ماله، وبعدين يحطوه، بعدين وايضا يعملوا صيانه من القطن، ما قطن
الزيت هذه على اساس ان تدخل السفينه وسفن كبار كانت تجي ما صار من الكتش ومن اليمن ومن الهند ومن الكويت ومن ايران من كل هذا الحوض اللي نحن كنا نتعايش عليه كانت سفن تجي وتبندر هنا واحيانا صيانه تكون هنا الساحل ينادي ارتبط اسم مطرح منذ قديم الزمان باسم سوقها الشهير وهو سوق مطرح الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية للأسواق العمانية ولهذا السوق أقسام وأنشطة كانت تمارس في السابق تختلف عن أقسامه في الوقت الحاضر وإن احتفظت بعض المحلات حالياً بطابعها القديم السوق الكبير هو من شرقي خور بامبا وادي خور بامبا هذا من شرقيها والسوق الكبير ما هو بس واحد سوق في سوق شمامير ايضا فيه سوق شمامير يمتد الى خور بامبا امتداد الى خور بامبا خور بامبا لان فيه الوادي مسار الوادي وفيه داخل سوق الكبير وفيها بعد سوق الى العرصة فمن هنا سوق الكبير ثم سوق الشمامير سوق الكبير للجملة سوق جملة للشمامير وجملة والمفرق بعدها تأتي خور بامبا خور بامبا مخلوطة فلكلورية أكثر كانت مما الآن هي فيها حلا وفي يبيعوا حد قورة سمك الناس اللي جايين من داخل يأكلوا وهناك كان يباع الطعام أثناء الأعياد أعياد كانت شيء تمام يعني كنا نشتري الذبائح 5-6 أيام قبل فكانوا ناس يجيبوا الطعام فيه خباط وفيه قرموص وفيه أوراق الفندال وفيه قت وفيه البازري وفيه أشياء كثيرة يعني الحمرة أشياء كثيرة هذا كله على الأرضية في خور بامبا في خور بامبا في خور بامبا بعد خور بامبا اللي يسمونه الحين سوق الظلام هذا ما كان اسمه سوق الظلام سوق الصغير وكان أهم سوق النشاط هنا مال المفرق اللي هو الآن مكان المحلات اللي تبيع بالمفرق الآن هو الآن فيها أشياء كثيرة لكن فيها كان مفرق خاصة الثياب الثياب كانت بالمفرق وما بعد هذا يجي سوق آخر سوق الصاغة هذه الذهب والفضة وما أعرف إيش وبعد هذا يجي سوق صغير سوق خلف سور الواتي هذا كان ريزي يعني من المفرق هذا مفرق نفس الشيء مفرق وأنشطة أخرى تباع فيه إيش في أشياء معينة تباع فيه والله هناك أنشطة كثيرة أولا صباحا تشوف الخضار والبيض والحليب وهذا يجيبوه عصر في حد يبيع أشياء مطبوخة وفي تنورين وفي خياط وفي دكانين ثلاثة للمفرق من الأطعمة وما أطعمة حبوب والطحين وهذه سافر بحفظ الله سافر وقت الغمشة ترجع باكر داره الساحل ينادي أما سور اللواتية ذلك البناء القديم والذي طرأت عليه العديد من التغييرات في فترات زمنية مختلفة فهو ذلك التجمع السكني الذي يضم منازل بعض سكان مطرح الذين تجمعهم عادات وتقاليد واحدة ويعمل معظمهم في التجارة لا سيما التجارة في سوق مطرح سور اللواتية هو هي قلعة كانت قلعة في أبراج في أسوار في قبل ما تهدم هذه وتدخل هذه سور بني على تلة حيث عندما تنهمر المياه والترع تصير الغيل يصير ما يدخل داخل لأنها أيضا البيوت بنيت شوية مرتفعة وهذا هذه التلة تعطي مسار للمياه تروح للبحر فعمره ما حصل أن صار هناك شيء من البلل داخل البيوت أو يجي الماء أبداً
كانوا الناس يسافروا، كثير يسافروا، فحريم هني فكانت القريحة تخرج. إذن لمبا وبيداما ولمبا وبيداما سافر حبيبي ورحمن وقداما، هيلي يا زمان هيلي يا زمان، شالي مصر شالي، شالي مصر شالي، سافر حبيبي حتى السلام غالي، هيلي يا زمان. جميل، كان أشياء كثيرة. حبيبي سافر البحرين وخلى القلب في نارين، حبيبي سافر البصرة وخلاني أنا بحسرة. مثلا عريانة وما منك هذه كلها ومعقل حطب وغيره، إلى أن توصل إلى اللولوة ولا الزبادية ولا جيدان، ومن هنا إلى كمبار. كمبار تعرف مو هو كمبار، كان يجيب الطين ويشكلوا جحال ويحرقوا هنا، فكل الجحال اللي في هذه المنطقة تجي من الكمبار وجبروه في ناس. وهذه حارة شمال كانت مأوى لناس ثقافتهم عالية. يعني هاي كانت لها قصة قديمة هي هذه لا، ما هذه اللي قصة قديمة، اللي قصة قديمة لأربق، أربق لأن هذا المكان ينتهي لهنا لهذا أهل السوق على قرن من الجبال، جبل ينتهي في البحر على برج وقلعة صغيرة. وأنا أذكر بيت واحد وكان ينم إنه بيت عريق كان هناك، وكنا نروح نحن نصيد الطيور هناك، والطيور أشكال وأنواع ولها أسامي طيبة، هبيري وسويدي وشخطين، هذا أسامي الطيور هي، ومسمى فرخ والليمة وغريبو وحريش، هاي طبعا أسامي، هذه أسامي كنا نصيدها، نصيدها بالسجادي وبالبحر. السجادي ناخذ العومة ونحط في السنارة ونحطه هناك، بس ما يبان إلا العومة، يجي الطير وياخذ امسك نمسك، لأن في حصى كبيرة نروح نمسكها. أو نروح البحر، كثير مرة صياد يروح البحر ويحطوا خيط بالصخرة، تنزل الصخرة هناك والخيط مع العومة تكون فوق، لأن العومة يدخلوا فيها خشبة، فيجي الطير ويصيد وينصاد، فيجيب يبيعه 7 بيسات 8 بيسات، ونحن نربي الطيور هذه. يوم تتعب الطير البحري يتعب في البر، نروح نودي البحر ويطير. ولأن مطرح كانت ذات أهمية تجارية، فلم تقتصر تجارة أهلها على الداخل فقط، بل امتدت إلى الخارج أيضا، ووصلت إلى الخليج والهند وسواحل أفريقيا، كما أنها، وأعني هنا مطرح، كانت محطة للمسافرين الذين يقصدونها بغرض التجارة أو البقاء فيها كمحطة عبور. السافرين الغرب شيء، وأهل البلاد شيء. أهل البلاد نروح نستقبلهم المراكب وهذه، وطبيعة الحال البحار ما حير في البيوت، أحسن استقبال يكون في البيوت، يعني بعد 6 أشهر جاي مو تبغى من الاستقبال، الأم تزرف الدمع والطفل يقحم على أبوه. أما بالنسبة للبحار وهذا، كان هناك وكلاء، مثلاً مرحوم موسى عبد الرحمن وكيل، فكان عنده أماكن ينزل فيه، خالي مرحوم عبد الخالق محمد عيسى هو كان وكيل للكويتيين وغيرهم، وكانوا ينزلوا عندهم، ومرحوم محمد طالب، يعني كانوا ينزلوا عندهم، ما كانوا وافدين واجد، يعني هذا كل اللي عندهم تجارة وما تجارة. التجارة هي، شوف، مطرح مثل ما قلت لك هي مركز تجاري مهم، وازن
الميزان التجاري لعمان مع الخارج. فأولا من الداخل كان يجي البسر، كان يجي التمور وأسماك، ومن الجبل الأخضر كان الرمان يجي، لأن هذا الرمان يحبوه الهنود الأثرياء، فهذا كله تجي للتصدير. أما الإيراد فكل ما تحتاج البلاد من العيش، وجزء من البر، جزء من البر كان يزرع في عمان، والشعير من العراق، والتمور عندما تصل عندنا تجي من تمور القوصرة من العراق والإيران، وثياب وغيرها. فهذه مطرح كانت هذا شغل التجار. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغبشة، ترجع باكر داره الساحل ينادي. لكن شيء واحد أبغى أذكر لك، هذه السفن أحيانا تواجه ضربات البحر، ضربة شلي وضربة الحيمر. عندما تجي السفن هنا للبندر، لكن أحيانا الطوفان يجي يضرب البر، هنا تكون مشكلة، شد تكون أشد. أوهو تشوف اليوم الأول هذه السفن تقريبا 30-40 سفن فوق وتحت، يوم الثاني عاد حالتهم حالة مساكين، وهم ماسكين السفن عسى يهدأ، يوم الثالث ما تشوف ولا سفينة، كل خشم على البر، كسرت. واللي قدر يشل نفسه شل نفسه، اللي ما شل راح مات مساكين على الشاطئ. وبالتالي هنا تكون عاد حالة طوارئ. احنا عندنا لأن البحر يضرب في المسجد على السور، ونحاول نرمي لهم الحبال ونجرهم، لكن نادر ما واحد يسلم، لأن كلما إذا جاء واحد وضربوا على الحائط خلص من شدة الموج. من شدة الموج موج يعني يضربون في البيوت. أحيانا هو يموت في لأنه ما يقدر يطلع فوق، لأن الأمواج تنزله، فيموتوا كثير، كانوا يموتوا.